المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني كثيرا أن أقدم إليكم في هذه المقابلة التاريخية رجلا خدم الكويت في مجال وظيفة مدة 46 عاما، وهو عمر طويل في مجال وظيفة منذ عام 1907 حتى عام 1953 حيث تقاعد، وقدم خدمات جليلة لمواطنيه أثناء عمله، وخصوصا عندما كان مديرا للجمرك، وذلكم الرجل هو السيد عبد الوهاب بن عبد العزيز الجسار، المولود في الكويت حوالي عام 1810-1892، ودرس في المدارس الأهلية في الكويت عند حمد بودي وعند عبد الوهاب الحنيان وراشد بن شرهان، وبعد ذلك سافر إلى الهند، سافر إلى كراتشي مع والده حيث كان عنده محل تجاري، وهناك درس اللغة الإنجليزية. وفي عام 1327 جاء الكويت وأصبح كاتبا في الجمرك أيام الشيخ مبارك الصباح، وكان مدير الجمرك آنذاك المرحوم عبد المحسن العجيل، وهو المدير الثاني للجمرك، وأما المدير الأول جمارك فهو المرحوم أمان. كان عدد الموظفين في جمرك الكويت في ذاك الوقت 3 مع المدير، وكان راتبه أول أمر 15 روبية أي حوالي دينار وربع. ولما أصبح مديرا عام 1938 كان راتبه 300 روبية، ولما ترك العمل حيث تقاعد عام 1953 كان راتبه 1750 روبية. جاء المدير الثالث للجمرك وهو المرحوم سليمان بن سري، وجاء بعده المدير الرابع للجمرك وهو المرحوم عبد اللطيف العبد الجليل، وظل مدة طويلة مديرا منذ حوالي عام 1912 إلى عام 1932. وفي زمانه اتسع العمل في الجمرك وزاد عدد الموظفين، وأصبح السيد عبد الوهاب الجسار رئيس كتاب. وجاء المدير الخامس للجمرك وهو المرحوم يوسف يعقوب حتى عام 1938، وجاء بعده المدير السادس للجمرك وهو السيد عبد الوهاب الجسار منذ عام 1938 حتى عام 1953 حيث تقاعد، وجاء بعده المدير السابع للجمرك وهو السيد عبد السلام شعيب، وهو آخر مدير وأول وكيل للجمارك والموانئ. من المعلوم أن الجمارك هي أول دائرة أسست في الكويت في زمن الشيخ مبارك الصباح، وكان اعتماد الكويت في ذاك الوقت على واردات الجمارك قبل النفط. ولهذا السبب فسنتوسع في الحديث مع السيد عبد الوهاب الجسار عن الجمارك. إنني أتقدم بجزيل الشكر والثناء للسيد عبد الوهاب الجسار على تكرمه بإجراء هذه المقابلة خدمة منه لتاريخ الكويت، وشكرا. العم عبد الوهاب، نعم، مثل ما قلنا أنت أول ما درست عند حمد بودي. نعم، وبعد عند إيه؟ راشد بن شرمان. نعم، ومن بعد عند سيد عبد الوهاب الحنيان. إيه، من عنده درس الكتابة؟
الكتاب عند راشد بن شرحان وعند عبد الوهاب السيد عند عبد السيد عبد الوهاب الحنيان. درس عند الكتابة. سافرت إلى كراشي مع والدك. صغير. شكل استقمت في كراشي. والله رحنا كراشي يمكن 7 أو 8 مرات. نستقيم هناك 6 شهور ونرجع. يعني تروح ترجع. ونرجع. وهناك في كراشي درست اللغة الإنجليزية. بس لعمل الوهاب ذاك وقت شافك كنت درست اللغة الإنجليزية. أقول يعني ماكو أحد يهتم لها ولا شيء. لا. وسام درست ذاك الوقت. كانت البرقيات ما تروح إلا باللغة الإنجليزية. والمكاتيب إذا ما عليها لغة إنجليزية ما يجيبونها لك إلى مكانك. لهذا اضطر والدي وجاب لي كاتب بانياني. اسمه مقلال مهنجي. هو هذاك علمني ABCD. وبعدين دخلت المدرسة. في كراشي. في كراشي. ودرست اللغة الإنجليزية. نعم. ورجعت الكويت عام 1907. تقريباً 7. 1326 هجرية. وتوظفت في الجمارك. في الجمارك. أيام شيخ مبارك الصباح. وأيام عبد المحسن العجيل. والمدير عبد المحسن العجيل. زين شكر كان هذا عدد الموظفين. أنا وعبد المحسن وواحد اسمه غلون. بس اثنين. اثنين وعبد المحسن الثالث. إذا رحنا للمركب الكاتب يبين لنا البضائع الموجودة في كل فالكة في كل خن من أخنان المراكب. عبد المحسن يمسك الفالكة اللي فيها القليل اللي فيها الأقل يمسكها عبد المحسن. وأنا وغلوم لا نمسك الفوالك الثانية. يعني ذاك الوقت موظفين اثنين. والمدير الثالث. والمدير الثالث. ترى الحين كل عدد الموظفين في الجمارك الآن؟ لا. الحين عدد الموظفين بس في الجمارك. 600 موظف. ما شاء الله. وين أول أنتوا اثنين؟ اثنين. وثالثكم المدير. والآن واردات الجمارك. بالسنة 4.5 مليون دينار كويتي. أول كان شيء قليل. اشكر كان لما كنت هذا موظف أول ما صار. 2500 ربوية. بالشهر. يعني شيء بسيط ما يذكر بالمرة أبداً. 150 دينار. الآن 4.5 مليون واردات الجمارك. ما شاء الله. وعدد الموظفين 600. 9 العمل. نعم. وميزانية الجمارك والموانئ 5 ملايين. في الوقت الحاضر الآن. أما الموانئ فموظفين كثيرين فيها. 3000 موظف وعامل وبحار ومستخدم. ما شاء الله. هاي بالموانئ. أما الجمارك 600 موظف. البواخر كانت تجي كثير ذاك الوقت. لا. الأسبوع في زمن هذا عبد المحسن العجيل. الأسبوع تجي باخرة واحدة. بس. كل 15 يوم تجي باخرة سنان نسميه. من العراق يجي يمر الكويت. اللي كان البواخر ركاب. يعني تلحقت عليها تجي الكويت. كان قبل ما تجي. أول بالمحمرة. يعني قديما. بس جاءت الكويت حوالي عام 1316. يعني قبل الصريف بسنتين. شنو المراكب اول ما كانت تجي اول اللي سافرين يروحوا المحمرة. بعدين جات. حوالي عام 1316. نعم. 1899. ميلادية. نعم. عبد المحسن العجيل هاي ايش كل استقام؟ والله ما ادري انا. هو عقب امان. كان امان اول. وبعدين صار بعد عبد المحسن العجيل انا بالهند ما ادري. زي ما الشيخ مبارك يعني ترك العمل زي ما الشيخ مبارك. نعم. في زمن عبد المحسن العجيل وضعوا كرنتينة للمرضى الحجر الصحي. نعم. من وضعها هذه الكرنتينة؟ واحد دكتور يسمونه الدكتور كيلي. من قبل القنصلية. القنصلية البريطانية تابع لها. وهو أصم شوية. أصمخ. هذا اللي تناقر ويا علي الملة. وين موقع الكرنتينة؟ ما لها موقع. يعني ما حد يودون المرضى؟ لا اول كان يودون للجزيره اول كان اللي دام وبعدين يابوها بالقصور. يعني قصر الفحم هاي يسمونها يعني بشويخ. تكرم قصر الفحم بدون قصر الفحم. ولا قصر الفحم هذا مخصوص حق يعني سووا له محل يوم قصر الفحم. نعم. وهذا حق المراكب قصر الفحم حق الفحم حق مراكب الشيخ مبارك خاص. بس يعني الشيخ مبارك عنده مركبين مشرف وسعيد. هالقصر حقهم. هالقصر تكرم يحطون فيه فحم. نعم حقهم وقود. نعم. أما أول ما صار الحجر الصحي كان بالجزيرة. كان بالجزيرة أول كرنتينة صارت بالجزيرة. أنا سمعت منك مرة تقول هذا ملا علي لما جاء شلون قصته لما جاء من البحرين ملا علي الشاعر. هذه أول كرنتينة. قصيدة له. شلون
وجاي من البحرين بالمركب. إيه هو كان في البحرين. إيه. وجاي من البحرين بالمركب. إيه. يوم ركب عبد المحسن العجيل ولا الدكتور قدامه قال اللي جايين من البحرين عليهم كارنتينا. وين في كارنتينا؟ قال تودنهم بالجزيرة. الجدان الجدان ثاني كل شوي خني. جزيرة صغيرة. إيه. وقالوا حق عليهم ولا إنه ترى كارنتينا. قال قصيدة. قال قصيدة على على. إيه شو يقول؟ يقول مشيت من ديرة. إيه يقول مشيت من ديرة وبيم ديرة. نعم. وقلت أحمد اللي وصلن بالسلامة. إيه. في مركب اللي صار عجل مسيرة نهار ثاني من بلاد المنامة. جيت الكويت بلاد مهجي قصيرة افرحت أنا والكيف دعدع علامة. جاني الحكيم وقال عندي الكبريرة يرطن وأنا ما أعرف معاني كلامه. قلت العلم قال الوعد بالجزيرة. وابشر عقب الطرب بالندامة. أول كرهت. إيه. وصار بلا مرخيرة يوم إنه ببراد قلط خيانة. عبد المحسن. إيه. المدير. إيه. إيه نعم تفضل. ورتب تجينا الجالبوت الصغيرة وكل شيء يجينا في تمام. يجون الأكل والزاد والحاجات. إيه الطعام والجاي. إيه. والوقود. جالبوت مرتبين لهم. إيه. عند العجيل الله يرحمه. إيه. جالبوتين. جالبوت الكبيرة وجالبوت الصغيرة. هاي الجالبوت الصغيرة خلاها في خدمة المرضى. هاي أول ما صار الكارنتينا بالكويت. أي. كان تابع الجماري. أي نعم. كانت بالجزيرة. بالجزيرة. في زمن الشيخ مبارك. أي نعم. أي نعم. زين. زين عبد المحسن عجيل. من جاء بعده مدير. إسلام بن سري أقول لك. إسلام بن سري. أي نعم. هو المدير الثالث الجماري. هو المدير. جاء بعده عبد المحسن العجيل. بعد عبد المحسن العجيل. في زمن الشيخ مبارك. في زمن الشيخ مبارك. نعم. زين في زمان اتسع العمل زاد عدد الموظفين. أي. يعني زادوا بدل الموظفين اثنين؟ ايه صار تقريبا خمسة. خمس موظفين؟ ايه. مع المدير؟ مع المدير نعم. في سفن عندكم تروح مراكب او سفن شراعية؟ لا كلها سفن شراعية. يعني لنجات بخارية ما لا لا ماكو. في الاخير صارت هذه؟ الاخير كلش في ايام عبد اللطيف. يعني زمن الشيخ سالم او الشيخ او زمن الشيخ احمد؟ زمن الشيخ سالم تقريبا اخر زمن الشيخ سالم واول زمن الشيخ. ولا قبل كان سفن شراعية؟ كلها سفن شراعية. اللي تروح؟ ايه. بعدين في زمن الشيخ احمد بنوا الدواب هذول. اي نعم. زين ايرادات الجمارك زادت في زمن سليمان بن سري؟ اي معلوم تبعا للتطور يعني كل سنه تزيد. اي كل سنه تزيد. بعد سليمان؟ بعد سليمان عبد اللطيف. اي المشهور هذا عبد اللطيف عبد الجليل. اي وسقام مده طويله. اي مده طويله من حوالي عام 1912 إيه؟ حتى عام 1932 مده طويله. اي تقريبا في زمان اتسع العمل 20 سنه او اكثر. اي إيه؟ 20 سنة. إيه. وزاد عدد الموظفين. زاد عدد الموظفين وايد. في زمان صرت رئيس كتاب. أنا رئيس كتاب. في زمن الشيخ سالم. في زمن الشيخ سالم لا أول زمن الشيخ أحمد. زين الضريبة الجمركية في زمن الشيخ مبارك. إيه. كم كانت؟ 4%. عامة أم خاصة يعني؟ عامة. لكن على الأشياء الثمينة مثل البريسم. الزري والبريسم. 10%. 10%. بس على هذه بس اما عموميه 4%. 4%. في زمن الشيخ سالم صارت ثابته 4%. 4%. نعم. في زمن الشيخ احمد زادت 4%. ما عاد اللي زيدوها حق الصحة. حق الصحه يعني حوالي عام 1936 زيدوها. ايه. برقبه من التجار. ايه. موافقه. ايه نعم. صارت 6.5%. ايه نعم. 1%. ايه. للصحه. ايه. 1% للمعارف. ايه. ونص بالمئة للبلدية. فصار جميع ايه. 6.5. ايه نعم. بعدين في عام 1951 نعم. هذا رجعت ايه. الى 4%. ايه شيخ عبد الله. ايه زي شيخ عبد الله نعم. في 15/5. ايه نعم. في زمن عبد اللطيف ما قلنا اتسع العمل. ايه. في الجمارك. ايه. هذا اللي تنزل تشاشيل. تشاشيل ودوب. صارت دوب بعدين. في موظفين من قبل الجمارك مسؤولين عنها؟ ايه ناخذها وبحاره. تابعين الجمارك؟ ايه تابعين الجمارك. لهم رئيس؟ لا ما هو رئيس. ها؟ لا. هل هذا حسن عاشور رئيس الحمالين؟ اي نعم. وحسين ابو علي. حسين ابو علي هذا مال الحمامي. هذا رئيس الحمامي. اي وبن بالول ما كنا مسؤول. بن بالول على مال التشاشيل. هذا مال التشاشيل هو مسؤول عنها. هو اللي يقبض حساب التشاشيل. اي
شايل تقريبا سبعة أو ثمانية من سبت وبن بالول وقطامي وراشد قطامي وعبد الله بحروه وواحد اسمه كلمد وعلي قبزرد أخو يا القبزرد أي الكبير نعم. جاسم قطامي تالي عصار في الأخير هاي الشركة الأهلية حمال باشي شركة الحمال باشي هاي شركة أهلية إيه؟ الحمال باشي إيه نعم سموها شركة النقل والتنزيل إيه نعم وظلت حمال باشي إلى شهر حزيران سنة 53 بعدين أممتها الحكومة إيه؟ يعني في آخر أيامك إيه؟ أو قبل التقاعد حوالي شهر بشهرين إيه؟ أو عقب إيه؟ سنة 53 إيه؟ الحكومة أممت هذا الحمال باشي إيه نعم زين هذه الشركة هذه مال بواخر كان مكنزي كانت موجودة ذاك الوقت اي قديمة اي كيف كان اول ما صارت على موجب معرفتك اول ما كانت كان فيها واحد عراقي عربي لكنه مسيحي نعم انقال له ولم هيكي اي هذا هو كان الوكيل وين محلهم كان محلهم كان يم بيت بودي نعم صوب الكارقة هنا ها يم الكارقة كلش اي بعدين عاد بنوا البناية اللي على السين اي من قريبال تحولت الى قريب مكنزي اي كان اسمه اول قريبال ها اي نعم بعدين سموها قريب مكنزي الى مليون عاد هي قريب مكنزي هي مسؤولة عن البواخر عن البواخر كلها والتنزيل او هذا والبضايع البضايع الكتاب يعني بواسطتهم يطلبون ها؟ إيه لا البواخر الكتاب من الجمرك يروحون يسلمون البضائع من المركب وينزلون للكويت من قبلكم انتم؟ من قبلنا احنا من قبل الجمرك هم عن وكاله عن مثلا واحد ابي يقطع تكيت واحد عنده لو غير يخلص بضاعته من الجمرك اول يودي الصتمي حق بيت جريم مكنزي يودي الصتمي ويعطونا الرخصه على الجمرك على استنادا على تلك الرخصه احنا نرخص امواله اي ما هو بس تجي تجيب رخصتك انت تاخذ من عندنا من الجمرك لا تودي الصتمي اللي بيدك بيت الوكيل بيت الوكيل يعطونك رخصه على الجمرك تحويل التحويل تجيبه لنا نطبقه اذا كان طابق للبضاعه الموجوده سوينا عاد حسابه قدم قائمه نستلم الرسم منه ونرخص معنا عندكم مثمنين البضايع اي من هو اول مثمن كان تذكره كان يقول عبد الرحيم العوضي عبد الرحيم العوضي إيه؟ أول مثمن هذا إيه؟ يعني صار مساعد الكليب لما زاد العمل صار زاد العمل مساعد. صار وياه مساعد الكليب هاي في زمن عبد اللطيف في زمن عبد اللطيف نعم والمترجمين ما في مترجمين أنا ومحمد قبزر هذا في الأخير هذا محمد قبزر إيه؟ لا بس لكن أقول أول بس أنت ماكو أحد كيف قصة الباخرة أو المركب؟ أنا سمعت منك قصة إن مركب قام يضرب سيتي. إيه أمام زمن الشيخ مبارك. إيه يسأل عن مركب صغير جاي من راس تنورة. راحوا له في الجالبوت ما فهموا شو يقولون. إيه. قال لي عبد اللطيف يلا أنت روح. رحت أنا. قال أكو مركب صغير ما يهني قلنا له. هو يعني مو عارف نهاية الكويت؟ أظن يعرف إن ما يصير قطال ما يعرف الكويت ما يصير أو مضيع لا بس يسأل عن باخرة ثانية ذيك الساعة ما انتشر اللاسلكي إيه وعماد البضاعة كان على الهند على الهند البضايع إي نعم كراكي بالدرجة الأولى على الهند على الهند كل شيء كل شيء في الأخير صار عاد اليابان وأوروبا إيه اليابان والصين إيه في الأخير هذا إيه لكن بس أول كان مدرج أول على الهند كل على الهند زين في الحرب العظمى اللي زمن الشيخ مبارك إيه اللي زمن الشيخ سالم إيه يعني أثرت الحرب العظمى على الكويت شيء لا البضاعة هي إيه والعيوش إيه وغيرها كلش 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 ما تغير شيء لا تغير شيء هاي بالإضافة إلى السفن الخشب إيه السفافير اللي تنقل البضائع إيه والتجارة إيه نعم إيه نعم
السفن تعادل المراكب يمكن. إيه. في موسمها. إيه. لا أكثر من المراكب. صحيح. بذاك ساعة خطر الحرب. إيه. يعني مراكب صعبة ذاك الوقت. إيه. لما السفن عملت عمل. إيه. يعني شيء مشهور السفن الكويتية. إيه. 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 خدمت خدمات شي جليلة. شيء شيء. في الحرب العظمى والحرب الثانية. إيه نعم. التجارة ازدهرت في الحرب. نعم إيه نعم. كان عمليات واسعة. إيه. هذاك الوقت ايش كنت تقدر اذا ما بلغ دخل الجمارك ايام الحرب العظمى؟ والله ما اتذكر، اظن 25 الى 30 ربويه. اي شهريا كل ربويات. اي نعم. اي شهريا. اي نعم. لكن بس ذاك الوقت يعني شيء كثير ازداد يوم عن يوم يزداد. اي اي ذاك الوقت المدير ايش كان راتبه؟ يعني عبد المحسن عجيب كم كان راتبه ذاك الوقت؟ اظن راتبه 25. 25 ربويه. اي نعم. بس ذاك الوقت كبيره. اي 25 ربويه. اي ذاك بس يمكن عبد اللطيف زاد. اذا عبد اللطيف عبد الجليل. اي لجنة اتساع العمل وكل شيء. اي اي والله اصلا الصدع المحرك هو ملا صالح. ملا صالح يعني لهذا اشراف؟ لا لا سلطه. ملا صالح اي يعني من قبل ديوان الاميري، هو رئيس ديوان الاميري. من قبل الشيخ مبارك. أي. ومن قبل الشيخ سالم. ومن قبل الشيخ احمد. ومن قبل الشيخ احمد. يعني هو المسؤول المباشر. هو الذي يخيط ويفتك كيف؟ تحت اشرافه. تحت اشرافه. العمل. اي اي نعم. ذاك الوقت ما كل بس الجمارك. أيه؟ يعني ماكو دائره غيرها؟ لا اكو مال الجمارك واكو مال الودي. لكن الودي قليل. الودي زين. الودي مثل ما تكرم ذكرت. أيه؟ الودي يتبع لكم الودي الجمارك؟ لا لو منفصل. لا عقب العسكر منفصل ما له علاقه. لا لا هذاك بروحه يحاسب. اي وقمرق البر اللي فيه مرزوق الطايه وعيد بو شيطان هذا حمد منفصل عنه يحاسب الحكومه راسا. بس هذا من عسكر قديم. من عسكر اي زمان. هو صار عقبه يعني مزقوحة متأخر من مزقوحة. لا عقب تالي بزمان الشيخ احمد. من عسكر مو يم مزقوحة. شلون غير بعد؟ اي وين هذا كان محله؟ من عسكر محله مشقف مال سوق التجار ماكو. اي سوق طويل. سوق طويل اللي بقت تطلع صوب الصفات هنا اكو مشقف. هو هناك مكان ياخذ على اليونير انتين او عانه يجمعها ويوديها. يعني وين يعني اليونير اللي يطلعونها؟ اللي يطلعونها من البويت. عن طريق البر. طريق البر. إيه؟ يسمونه ودي غير القمرق. اما القمرق ذاك فيه مزوق طايح وعيد بنو شيطان. هذا شنو العمل اللي فيها اللي بدروازه؟ الحدرات اللي تروح من الباديه. من البر جايه. واللي تجي من البادية يسابهم عندهم يأخذون على الدهن والصوف. على الصوف. أي والغنم والبعارين. والبعارين والبقر وجلك الله. أي يعني كلها. نعم الماشية كلها. أي والبضايع اللي تطلع من الكويت من عيش من خام وغيره. يعني منفصل. ما له اتصال في قمركم. لا لا بس دخله قليل يمكن. ما عنده دخل. اي ما عنده دخل شيء قليل بس. إيه؟ على البحر ذاك. إيه؟ الوقت. إيه؟ في زمن عبد اللطيف. إيه؟ يعني وضعوا هذا اللنجات حق المراكب. اي نعم في زمن الشيخ سالم. اي ولا قبل لا السفن الشراعيه. قبل السفن الشراعيه. نعم والفرضه قديمه. إيه؟ هي واحده او ثلاث فرض؟ إيه اقول لك واحده كانت سووها ثلاث. واحدة خلاص. إيه؟ حق السفن. نعم. واحدة حق المراكب. وواحدة حق الحب اللي يجي من إيران. إيه؟ حب يكودونه كل كود حلو السفن. تجي الناس تشتري منهم ميزانهم عندهم يأخذون أبو نص من وربع من وأبو من وأبو منين. إيه؟ يشتراهم من هناك. هو ما السفن سفارة
هذا كذلك بعد هذا مخزنه هنا. والأخشاب كذلك بعد يعني تأخذون عليها خشب إيه الأخشاب كل شيء قائمة. يعني 4% عامة إيه ماكو شيء لا ماكو زيادة بس الأخشاب كثيرة السفن إيه. من القديم إيه. الكويت إيه. نعم حتى أن نيبور أكون نيبور رحالة بالمركي إيه؟ زار الكويت سنة 1765 قديم إيه؟ وتحدث عنها وصف سكنها إيه؟ ناس سكن كثيرة إيه؟ ولها ميناء كثير إيه؟ حديث طويل إيه؟ بعدين عقبه زار الكويت رحالة إنجليزي إيه؟ اسمه بلقري إيه؟ سنة 1862 أيضا يتحدث عنها وعن سكنها يقول سكن الكويت 800 سفينة يعني ذاك الوقت كثيرة إيه إيه وايد وايد إيه هو ذكرها إيه؟ يعني للقوس واللي حق صيادة إيه؟ واللي هذا للنقل إيه؟ بس يتحدث عنها وميناها أمين حق الرسو السفن البواخر المينا وتنافس يقول ذاك الوقت أكبر موانئ الخليج إيه نعم الكويت إيه؟ في زمن عبد الله الصباح من بدأها كنا يعني متوفر إيه؟ عندها السفن يعني وقامت بدور السفن مثل ما قلنا إيه؟ زين بعد هذا عبد اللطيف إيه؟ من جه يوسف اليعقوب بعد عبد اللطيف إيه؟ من سنة 32 إلى سنة 1938 أو أكثر زين في زمانة تسع العمل العمل يومية يزيد يعني يومية يومية يزيد يومية يزيد والتجارة تزيد كل شيء والتجارة تزيد بعدين سعدون اليعقوب كان هذا صار أمين صندوق أمين صندوق من هو قبله كان في قبل أمين صندوق عبد المحسن المشاري يعني هو يعتبر أول أمين صندوق لا في زمن عبد اللطيف كان أمين صندوق موجود أحد كان في زمن عبد اللطيف يمكن صار أمين صندوق أو شيء. عبد المشاري في زمن عبد اللطيف وسعدون صار في زمن أخوه يوسف. إيه إذا يعني أول واحد عبد المحسن المشاري. إيه. أمين صندوق. إيه. وعقبه سليمان. شو اسمه؟ أقول هاي سعدون. سعدون. سعدون ليعقوب. إيه سعدون. عقبه. إيه. زي المثمنين من هو أول كان مثمن؟ عبد الرحيم الأول. هذا أول مثمن إيه؟ وقديم إيه؟ في زمن عبد المحسن في زمن لا لا أو زمن لا في زمن عبد اللطيف في زمن عبد اللطيف إيه؟ إذا الاتساع هذا كله صار في زمن عبد اللطيف إيه؟ المثمنين إيه؟ رئيس صندوق إيه؟ والموظفين إيه؟ في زمن عبد اللطيف إيه؟ أجل مدة طويلة 20 سنة إيه؟ عبد اللطيف إيه؟ زي المكاتب هي نفسها القديمة المكاتب اللي هدموها لا بنوا قمرق جديد يعني والأخير هذا اللي كان مدة 20 سنة موجود هذا جديد؟ هذا جديد وقبله كان أكو شيء؟ لا قبله كان بناية جديد طين وصناع طين مندات اي اي سوارة والحائط مالها شباج من الصياخ الحائط اللي صنعه على الشارع إيه؟ أصياخ لها باب وباب من ذاك بابين إيه؟ وباب صوب البحر حق تنزيل يعني غرفتين ثلاث بس في ثلاث نعم أو أول ما جيت كان عبد المحسن العجيل إيه؟ يعني غرفتين غرفة واحدة كانت بس عند عبد المحسن العجيل بس حقه حقه وانت وحنا سوينا شبرة انت كتاب اثنين إيه سوينا شبرة إيه بعدين سووا حجرة كبيرة وحجرة ثانية وحجرة عبد المحسن خلوها المدير صار في واحدة من الحجر صار بينه وبين الحجرة الثانية قاطع من الصياخ كذي قاطع الصياخ هذا مكان أمين الصندوق إيه؟ وهذاك مكان المدير إيه؟ والحجرة الثانية الطويلة اللي مني فيها بقية الكتاب بس قليل عاد إيه قليل ماك شيء لا وحتى الأدوات قليلة بعد أدوات الكتابة وغيرها إيه قليلة إيه عندي ماكينة تايبرايتر يعجبون شلون اكتب فيها وين هي هذه شريتها منها وين من الهند لا من هني
قديمة ها؟ إيه. تايب رايتر إنجليزية. وتكتب عليها اللغة الإنجليزية. تكتب عليها باللغة المكاتيب والقوائم اللي يقدمها محبة الوكيل اللي يحتاج إلى اللغة الإنجليزية. أكتبها بالتايب رايتر. بس تعجبوا من هذاك الوقت. إيه. يعني عجبة. عجبة. حتى اللغة الإنجليزية ذاك يعني مين تعلمها وانت تعلمت هذاك الوقت؟ إيه. ها؟ عندهم مثل العجبة. يعني صعبة؟ إيه. مين تعلم هذاك الوقت؟ سنة 1907 1326 إيه. إيه قديمة كلش. إيه. زمن الشيخ مبارك. إيه. Yeah.